ازيك يا ياسمين؟ اتفضل يا مستر. يا ساتر، طلبات حضرتك؟ طب مش نقعد الاول عشان نتكلم؟ انا ما فيش بيني وبينك غير المحكمه. بابا ما يصحش كده. هو ايه اللي ما يصحش؟ انا اللي ما يصحش ولا هو اللي جاي من غير ميعاد؟ هو اللي ما يصحش. ويصح يا استاذ شوقي انك تبيع لحم بنتك وعرضها بالفلوس؟ اتفضل اتفضل اطلع بره. بابا ما يصحش تطرد المستر علشان بيدافع عني. يا استاذ شوقي، الحره تموت ولا تاكل من ثديها. ليه عايز تاكل من ورا عرض بنتك وعرضي؟ هتقدر تبلعه ازاي؟ انت ما تتدخلش في اكلي وشربي، انا بيني وبينك قضيه وهكسبها وبنتك هتبقى شاهدة عليك. واوعى تفتكر ان انا جاي لك استعطفك واترجاك تتنزل على القضية. لا، انا جاي عشان اقول لك ان بنتك دي من اشرف البنات اللي في المدرسة، فليه عايز تلوثها؟ ليه تفضحها العمر كله؟ عشان فلوس؟ عشان تعيشها وتصرف عليها؟ لو عاشت من غير شرف الموت هرحم لها. راجع نفسك كويس، محدش ياكل من ورا عرض بنته الا اتفضل بره بره. اتفضل اطلع بره يا اخويا. يلا بره. بتبص لي كده ليه؟ وانا بعمل كل ده عشان مين؟ عشان تفضحني زي المستر ماهر، تاكل براحتي وعرضي. خلاصي عشان الطف، عشان الاكل، عشان نعيش. مش عايزه ابقى ما تجيش بشرفي زي ما المستر. ايه يا بنتي؟ بس يا بنتي مش معقول كده. امال ازاي؟ مين اللي انا يجي بقى كده ويدخل راجل محترم زي المستر السجن؟ اسمع يا بابا، انا هقول لحضرتك حاجه واحده. انت لحد دلوقتي ابويا، وانا برجوك من فضلك خليك ابويا. ابويا زي ما انت. لو اديتني المحكمه انا مش هقول غير الحق، وعمري ما هشهد على المستر. خليك فاكر، ما تقولش ان انا هدخلك السجن. هتنزل على القضيه من اولها. انا قلت لك اهو. دي كده مش ساعديها علشان يحبسني. انا نازل وهو يحبسني بشهادتك. مش ده اللي انت عايزاه؟ الدرجه دي زهقت مني؟ بتحب المدرس اكتر مني للدرجه دي؟ بتكرهيني؟ قوليها يا ياسمين عشان استريح. ولعلمك علمك مش انت اللي هتقدر تحميه. دول ناويلوا على مية سودة. الصورة وصلت مراتي. ايوه، ولعلمك هيلبسوه بدل القضية 10. شوف انت بقى غيظهم في ايه؟ هيودوه في 60 داهية. الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالاسحار. صدق الله العظيم. تسلم ايدك. شوفي مين على الباب. مفيش غيره، الكابتن لسه بره. حضرتك انا عارفاكي صاحبة الصورة مش كده؟ الصورة وصلت حضرتك.
اه يا ستي وصلتني بعلم الوصول. جايبالي صورة تانية ولا ايه؟ لا انا كنت جاية اقول لحضرتك ان هم هيبعتوها، بس للأسف ملحقتش. انا مش عايزة حضرتك تفهمي الموضوع غلط وتظلميه مستر عبد الحميد. يا اختي يا حلوة، وانت خايفة على المستر يا شاطرة؟ قوي حضرتك لازم تصدقي ان المستر مظلوم، وانا والله العظيم مظلومة. المستر زي والدي بالظبط. ابوكي اللي راح قدم بلاغ في النيابة والإدارة واتهم المستر. ايوه والدي عمل كده، وانا قلت له قدام المستر ان انا مش هشهد معاه. حضرتك ممكن تسالي المستر انا قلت ايه لبابا، وجاي اقول للمستر كمان. جايه تقولي ايه؟ سمعيني وبعدين خشي. خشي الاول يا بنتي. ايه ايه يا امال سايباها على الباب ليه؟ تعالي يا ياسمين. ادخل يا طنط. خش. تعالي يا بنتي. تشربي ايه يا ياسمين؟ تحبي تاخدي ايه؟ لا اهدي، انت جايه عشان تعيطي؟ لا يا مستر انا مش جايه اعيط. قولي لي بقى انت جايه ليه؟ انا جايه عشان سببين. الاول عشان طنط المدام بتاعت حضرتك. انت جايه لي انا عشان حكايه الصوره دي؟ عشان افهم حضرتك هم صوروها لي ازاي انا والمستر، وكنت راكبه في العربيه ليه. المستر بتاعي قال لي انت كنت راكبه في العربيه ليه، وقال لي على حكايه زميلك اللي كان عاوز يخطبك. يعني حضرتك فهمتي ومصدقه؟ امال عايزاني اكدبه ولا ايه يا بنت انتي؟ المستر بتاعي لما يقول لي كلمه خلاص انتهينا مفيش كلام بعد كده. يمكن لو حد تاني قال لي اكدبه، ولا عايزاني اشك فيه مع بنت عيله مفعوسه زيك. طب ده السبب الاولاني يا ياسمين، ايه السبب التاني اللي انت جايه له؟ حضرتك ايه ماله حضرتك؟ انا جايه اقول للمستر ان انا هشهد معاه في المحكمه. انا عارفه ان بابا متفق مع ناس وظالمين حضرتك. هتيجي معايا النيابه وتقول الكلام ده؟ انا هاجي وهشهد مع حضرتك. بس بس ايه؟ بس ايه يا فيها؟ بس بس ده برضه بابا يا طنط. بابا غصب عني، بابا مش هقدر اتهمه وادخله السجن. انا قلت لحضرتك الكلام ده قبل كده. وجاي تقوله لي تاني هنا يا ياسمين؟ انا جاي ابوس على ايد حضرتك. استغفر الله. واقول لك روح اتنزل عن القضيه. ايه؟ اتنزل عن القضيه عشان ما اشهدش على بابا وادخل انا السجن؟ ابوك يتهمني ويعرض بشرفي، وفي الاخر انا اللي اطلع كداب قصاد كل الناس؟ لا يا مستر، انا هشهد مع حضرتك في المحكمه، وقلت لبابا قبل ما يجي ان انا هشهد مع حضرتك. هو ابوك هيتنازل كمان؟ وحلفت له ان لو ما تنازلش هشهد ضده هو اللي هيدخل السجن. البت دي بتستعبط ولا ايه؟ هو ايه اللي عايزاه يتنازل عن القضيه وابوك يرفع عليه قضيه وتروحي تشهدي مع المستر ضد ابوكي؟ ايه يا بت انتي؟ اذا كان اللي بيتكلم اهبل المستمع عاقل. لا يا طنط، بابا خاف وهيتنازل، والقضية خلاص مش هتنفع ادام انا هقول ما حصلش. انا بس مش عايزه المستر يشتكي بابا. فضلك يا مستر، حتى لو كان بابا حرمني منه ومش حاسه انه ابويا، حضرتك مش هتوديني اشهد عليه. مش هقدر اسلم بابا يا مستر. وهتكدبي وتشهدي يا زور وتدخليني انا السجن لو استمريت في القضيه؟ انا موت وما اشهدش ضد حضرتك كده، بس انا هموت برضه لو دخلت بابا السجن. اللي تشوفوه بقى، بس انا عارفه ومتاكده حضرتك مش هتخليني اتحرم من بابا. بعد اذنكم. هنا انا مش هسالك انت كنت فين عشان انا عارف، وانا مش هسالك انت رايح فين عشان برضك عارف.